حلوه يا بلدي وجميله يا بلدي، وبنصبح مره ثانيه على حضراتكم صباح الفل عليكم. ده دلوقتي ميعادنا مع فقره خدميه ضروريه ومهمه جدا بنحب نعرفها كل يوم الصبح قبل ما ننزل نروح اشغالنا ونبدا يومنا. النهارده خلينا نسميه بدايه الاسبوع المروري، بحكم ان يوم الاحد دايما بيكون فيه اجازات للمحلات والفنيين والعماله. النهارده الاثنين كل الناس شغاله وكل الناس راحه المدارس وراحه شغلها، وبالتالي مهم ان احنا نعرف حاله المرور في القاهره الكبرى وفي القاهره الكبرى بشكل عام، مع مراسلنا محمد بهاء اللي ينضم لينا في بث مباشر من الاداره العامه لمرور الجيزه. محمد صباح الخير. صباح الخير عليك همام، وصباح الخير يا منى، وصباح الخير مشاهدينا مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان في هذه المتابعه المباشره والفقره اليوميه الهامه كما ذكرت منا، النشره المروريه والحاله المروريه لابرز الطرق والمحاور الرئيسيه، تلك الخدمه مشاهدينا الكرام التي تقدمها وزاره الداخليه من خلال الاداره العامه للمرور، بالتحديد متواجدين داخل غرفه العمليات الخاصه بالاداره العامه لمرور الجيزه. نستعرض معكم مشاهدينا الكرام خلال الدقائق القليله القادمه بعض من الطرق الرئيسة والمحاور في محافظة الجيزة عبر كاميرات مثبتة أعلى الكباري والمحاور لرصد أي تكدسات مرورية وربما تخفيفها بالطبع من قبل رجال الخدمة العامة للمرور، ورصد أي إعاقات للطريق ومحاولة تخفيفها. ربما ساعات الصباح الأولى مشاهدينا الكرام تشهد بعض التكدسات المرورية نظراً لذهاب الموظفين إلى أعمالهم والطلبة والطالبات إلى المدارس والجامعات، لكن مع مرور الوقت هذا الزحام بدأ في أو هذه التكدسات المرورية بدأت في الإزالة. ربما نبدأ من هذه الشاشة مشاهدينا الكرام والتي توضح منطقة ميدان الرماية، هذا الميدان الذي يربط ما بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وأسوان الزراعي، والرابط أيضاً بين مناطق الأهرام وهضبة الأهرام. كما تشاهدون سيولة مرورية كاملة على الجانبين، بعض الأعمال كما ترون مشاهدينا الكرام وهي أعمال خط مترو الأنفاق الرابع في هذه المنطقة. كما تشاهدون هذا الطريق هو المؤدي إلى طريق الفيوم ومناطق حدائق الأهرام ومناطق حدائق أكتوبر والإسكان البديل. الناحية الأخرى المتجه إلى شارع الأهرام وشارع فيصل سيولة مرورية كاملة. ننتقل إلى شاشة أخرى توضح ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، وهو الذي يؤدي إلى من مناطق جامعة القاهرة ومناطق مانيا الأرودة والقادم من الدقي. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام يعني هذه المنطقة ربما معروف عنها أنها بتشهد زحام في هذا الوقت من الصباح، لكن كما تشاهدون على الجانبين الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة سيولة مرورية كاملة، وأيضا الناحية الأخرى عبر أو أمام حديقة الحيوان بالجيزة والمؤدي إلى مناطق المنيا ومحافظات القاهرة ومصر القديمة سيولة مرورية كاملة. ننتقل إلى شاشة أخرى وهي مدينة السادس من أكتوبر وبالتحديد ميدان الحصري. كما تشاهدون الميدان بالكامل شكله جميل، يعني سيولة مرورية كاملة على الجانبين، هذا هو المؤدي إلى مناطق السادس من أكتوبر والمدينة الصناعية. بالناحية الأخرى المتجه إلى مناطق وسط العاصمة كما تشاهدون سيولة مرورية كاملة. ننتقل إلى ميدان الجلاء بمحافظة الجيزة، وهو الذي يؤدي إلى مناطق وسط العاصمة كما تشاهدون سيولة مرورية كاملة في الاتجاه المؤدي إلى شارع التحرير ومناطق الدقي والمهندسين، وأيضا الناحية الأخرى المؤدي إلى وسط العاصمة ومناطق وسط العاصمة سيولة مرورية كاملة. ننتقل إلى منطقة أخرى وشاشة أخرى توضح كوبري 15 من مايو وشارع أحمد عرابي، وكما تشاهدون على عكس ما هو متوقع في هذه الساعات هذه المنطقة ربما بتشهد كثافات مرورية في هذا التوقيت، لكن يعني الحمد لله بالطبع سيولة مرورية كاملة على الناحيتين المتجه إلى مناطق ميدان لبنان ومن ثم الطريق الإسكندرية الصحراوي ومناطق السادس من أكتوبر وشيخ زايد سيولة مرورية كاملة، وعلى العكس من الناحية الأخرى المتجه إلى مناطق القاهرة ووسط العاصمة والزمالك سيولة مرورية كاملة على عكس ما هو متوقع في هذه الساعات من الصباح الأولى. شاشة أخرى مشاهدينا الكرام وهو محور صفت اللبن، هذا المحور الهام جدا والذي يربط ما بين
مناطق الدائري والقادم من السادس من اكتوبر الى وسط العاصمه، وبالتحديد مناطق الدقي وجامعه القاهره والمانيا وغيرها. ربما محور صفت معروف عنه انه بيشهد كثافات شديده، لكن كما تشاهدون في هذه اللحظه القادم من مناطق اكتوبر وغيرها والمتجه الى وسط العاصمه ومناطق جامعه القاهره والدقي، ربما تكدسات قليله جدا على عكس ما هو متوقع، والناحيه الاخرى ربما تكون خاليه تماما للمتجه الى مناطق اسكندريه الزراعي واسكندريه الصحراوي وغيرها الى الطريق الدائري. ننتقل الى شاشه اخرى مشاهدينا الكرام، كوبري السادس من اكتوبر، شريان هام جدا بيربط ما بين القاهره والجيزه، وبالتحديد في منطقه الزمالك والدقي. كما تشاهدون بعض التكدسات المرورية في الطريق المؤدي إلى منطقة ميدان التحرير ومناطق محافظة القاهرة، لكن على الناحية الأخرى سيولة مرورية كاملة في المتجه إلى أو من القاهرة إلى مناطق محافظة الجيزة. نختم بهذه الشاشة التي تعبر وتوضح عن كوبري أحمد عرابي القادم من الطريق الدائري والى متجه احمد عرابي. ربما هذا الطريق يكون بديل للطريق محور صفت اللبن، يعني ربما يعني معروف عنه انه بيشهد كثافات، لكن الحمد لله النهارده محور صفت اللبن سيوله مروريه كامله، وايضا محور احمد عرابي القادم من الدائري الى مناطق الدقي واحمد عرابي والمنسين سيوله مروريه كامله. ربما منا وهمام استعرضنا معكم وللمشاهدين الكرام خلال هذه الدقائق يعني بعض من أبرز الطرق والمحاور الرئيسية في محافظة الجيزة، والآن أعود إليكم مرة أخرى بالكلمة. شكراً للزميل محمد بهاء من الإدارة العامة للمرور بالجيزة، والحقيقة أن الدولة المصرية ومؤسسات الدولة قامت بجهد كبير في موضوع الطرق وموضوع المحاور تحديدا في الجيزه، بما ان احنا بنتكلم في الجيزه سواء محور انور السادات او حتى تطوير الطريق الدائري وعدد من الكباري والمحاور الجديده، سواء الجديده او المنشاه حديثا او اللي كانت موجوده وبيتم تطويرها، خصوصا مع اغلاق شارع او اغلاق جزئي لشارع الهرم، وتم توفير بدائل جديده لشارع الهرم. على كل الاحوال شكرا جزيلا يا محمد، والشكر طبعا موصول لكل مؤسسات الدوله اللي بذلت جهد كبير وتطوير شاق فيما يتعلق بالطرق والكباري في القاهرة الكبرى وفي كل المحافظات.